السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة. لك قضية حزب الله يعني مش من اليوم. من بداية الثورة في إيران كان نراقبهم بعناية في جنوب لبنان من 1979 و1980، ثم بداية تشكيلهم مع منظمة التحرير الفلسطينية وباقي الأخوة اللي كانوا موجودين، الذين كانوا يتكلمون عن قضية الدفاع عن الوطن ومواجهة العدو الإسرائيلي. تطورت المسألة إلى الحرب العراقية الإيرانية، ثم بدأ التفجيرات بالكويت وخطف الطائرات ومحاولة قتل صاحب السمو وأشياء كثيرة جدا. فإحنا تاريخنا مع حزب الله مش يعني تو حديث، هو من زمان، وياما تكلمنا في هذا الأمر، يعني أن هذا الحزب ممول كما يعترف حسن نصر الله من إيران مباشرة بالمال وبالسلاح وبالدواء وبالغذاء حتى الماء وغيره. وبالتالي يعني القضية ببساطة، احنا قاعد نتعامل مع عدو، العقل المدبر هو إيران، الأذرع هي حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن، الحشد الشعبي وغيره من المنظمات الموجودة العراقية، وأيضا في سرايا الأشتر في البحرين، وخلايا التجسس والإرهاب الموجودة بالكويت وغيرها، سواء احنا اكتشفناهم أو اللي نايمة وتنتظر اللحظة المناسبة. حزب الله قاعد ينقل التكنولوجيا الموجودة والخبرات اللي نقلها أصلا من الحرس الثوري الإيراني، واللي تم تطويرها فيما بعد، طلعوا الحشد الشعبي وحزب الدعوة وطلعوا الحوثي وطلعوا سرايا مختلفة وهكذا، وفاطميون وزينبيون وانت ماشي. هذه قضايا كلها معروفة، هذا الأخطبوط الإيراني، ونعرف كيفية التمدد ماله والتوسع والتمويل والتدريب والتسليح وغيره. الآن الضرب قاعد يأتينا من اليمن، وهذا شيء متوقع، يعني مو شيء جديد. يعني 430 صاروخ وحوالي 850 طائرة مسلحة، هذا متوقع منهم. السؤال المهم، احنا شو اللي سويناه عشان نرد على العدو الإيراني وعلى أزلامه في المنطقة؟ كم صاروخ طلع من اليمن لضرب إيران؟ كم واحد صنع حوثي مثلهم لضرب إيران؟ كم واحد منا دعم الخلايا الوطنية التي تقاتل العدو الإيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن؟ هذا هو المنطق الذي يفهمه الإيراني ويفهمه الحوثي. طيب اليوم يعني دكتور ناصر، عفوا على المقاطعة، اليوم يعني من يبحث عن حل الأزمة اليمنية سواء في الداخل اليمني أو في الدول الإقليمية أو الدولية، كيف يستثمر هذه الأدلة وما كشفه اليوم تركيا المالكي لحل حالة الأزمة اليمنية التي تورطت فيها حزب الله وإيران كما هو واضح؟ يعني طبعا عمرك، القضية بسيطة، في عندنا أنواع من الحروب، في اللو بروفايل والهاي بروفايل موجودة، وإحنا المفروض نستخدمهم كلهم. أيضا لازم نستخدم السياسة بطريقة أو بأخرى، والضغط المدني، الضغط الاقتصادي، الضغط السياسي وغيره. يعني واحدة من الأشياء المهمة، يجب أن تصل رسالة للعدو الإيراني، وأنا أتمنى أن دولنا تسويها، قطع العلاقات كاملة مع العدو الإيراني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، أيا كان، وقطع العلاقات مع كل الدول والحكومات العربية التي تؤيده، وأنا أعني العراق وسوريا ولبنان بالحرف هذا وهكذا. نفس المنطق، لابد من التعامل مع أعدائنا الطبيعيين الموجودين الآن اللي ينتمون إلى إيران، بينهم حزب الله. كما تضرب مناطقنا المدنية، يجب أن تضرب مناطقهم المدنية. نحترم حقوق الإنسان واحترم آدمية الناس وكرامتهم، لكن عيالنا ليسوا بأرخص من عيالكم. وإذا لم يقف هذا الحزب عند حده، يجب أن يضرب في أماكن الحساسة في حارة حريك وفي جنوب لبنان، وأن يضرب في العراق، وأن يضرب في سوريا، وأن يضرب أيضا داخل إيران عن طريق إخواننا الأحوازيين وأخواننا البلوش الموجودين. عفوا المقاطعة دكتور ناصر، هذه دعوات هذه خطيرة، دعوات ربما تشن حروب في المنطقة. يعني الله أكبر، الحين أنت ما شفت الحروب اللي شنها الإيراني علينا في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن، وشفت الدعوة الآن إلى قتال العدو والرد عليه بالمثل، هي دعوة إلى حرب؟ نعم هي حرب. نعم. وبدال ما نقول والله نحن بنحلها معك ودي، لا طال عمرك، الحل الودي يأتي بعد الحل العسكري، عندما تفرض إرادتك على الأرض تستطيع التفاهم معه سياسيا. أما غير هذا الأمر، والله لن يقف الحوثي إلا في مكة المكرمة، وكما قالوا سنرفع أعلامنا السوداء والحمراء داخل مكة المكرمة، وهذا الذي نتمنى أن لا يحدث ولن يمر إلا على جثثنا. طبعا دائما ندعو ألا تحدث أي حروب في المنطقة حفاظا على أرواح المدنيين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور
ناصر محمد المصري مستشار أمني من الكويت، شكرا لك.